بدأت المستشفيات تتخلص من ذلك الضغط الكبير، بدأت الحياة على الأقل تولي شبه عادية شبه طبيعية. يا أخي شبه عادية لا أظن، ولكن هناك نقص في الضغط على الأطباء وعمال الصحة فيما يخص الحالات المعقدة، وهذا هو يعني أحسن شيء. لازم ما ننتظروش الوباء يروح في أيام، هذا مستحيل. قد يأخذ الوقت أسابيع، قد يأخذ الوقت أشهر، ولكن ستتم ما تكونش الانخفاض كما الانطلاقة الوباء. الانطلاقة دائما تكون بطريقة متسارعة وسريعة جدا، بطريقة يعني بالعقل بالعامية. وهذا هو هدف الحجر الصحي وهدف العلاج، هو باش نقصوا الضغط على الأجهزة الطبية. وان شاء الله رانا ان شاء الله نفوتوا، ان شاء الله نكونوا فتنا مرحله الخطر ومرحله الضغط ان شاء الله.